مستنيه مراد، مكاريوس طفوله مربيه رفيق. رفيق؟ هو فين؟ شوف مين عاوزه تشوف رفيق. طب سلم على ماما الاول. ماما رفيق تعالى في حضني يا حبيبي. ازاي يا حبيبي؟ انا ماما. لا معلش يا مدام، احيانا الاطفال في العمر ده بيتلخبطوا في معرفة أعز الناس ليهم، وخصوصا بعد فترة غياب. فترة وتعدي. سلم على ماما يا رفيق. إيه عشان أغير لك هدومك؟ وانت ذنبك ايه يا حبيبي؟ انا نسيت. نسيت؟ نسيت ماما يا رفي؟ لما ماما قعدت مع بابا. اقعد يا حبيبي، هفضل قاعدة عمري كله معاك. وبابا كمان. ومع بابا كمان. بتحبنا؟ يا روح قلبي، يا عمري كله، يا حياتي. دي الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تقلق منها عمرك كله، عشان انا مفيش حاجة في حياتي غير، وهفضل احبك عمري كله، وهفضل جنبك عمري كله. بوسة لماما بقى. حبيبي حبيبي يا رفي. انا مش كبرت بقى على الكلام ده؟ مهما كبرت يا حبيبي هتفضل برضو رفيق الصغير اللي عمره ما هيكبر ابدا. ايوه يا ماما، بس دي فضيحة. انا فاضلي سنة واحدة واتخرج من كلية التجارة، ولولا بابا ضغط على حضرتك واشتري لي عربيتي كان زمانك لحد دلوقتي بتوديني وتجيبيني من الكليه. ده معقول؟ بس يا ولد، انت فاكر ان انت لما بتتاخر عليا ولا تتصلش ببقى قاعده مطمنه؟ ده انا ببقى قلقانه جدا. عشان خاطري يا ماما والنبي اوعي تقولي الكلام ده اللي بتقوليه ده، هتقوليه قدام ميسه. ليه يعني؟ هي ميسه دي اهلها ما بيحبوهاش زي ما انا بحبك؟ بصراحه بقى لا، مفيش حد بيحب ولاده زي حضرتك كده. خانقه؟ طيب يا رفيق هتشوف. تعالى هنا. ابوك خد فكره عن موضوع ميسه ده؟ بابا ليه؟ هو حضرتك ما حكيتلهوش؟ ما جاتش فرصه. ماما هو حضرتك وبابا متخاصمين؟ انا وابوك؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ مش عارف، بس انا فعلا احيانا كتير بحس بكده. يا احساس غلط طبعا ومش مظبوط. ابوك مشغول يا رفيق، عنده مسؤوليات كتير جدا، اكتر من مره يترشح علشان يمسك وزير ايام عبد الناصر الله يرحمه، ده لحد دلوقتي. طيب وده مش بيحصل ليه دلوقتي؟ هيحصل يا حبيبي، ابوك مش قليل في البلد، ده اب مثالي، اي ولد في سنك يتمنى يبقى ليه اب زيه. مؤكد دي ميسه، التالت تشريف. باي. ما انت قاعد تسمع حواديت قبل النوم من ستنا الرجعيه البرجوازيه زي العاده. مليون مره حذرتك يا ميسة، الكلام ده ما يتقالش على ماما لو سمحت. يا عم ده جنس منقرض، سليلة بشوات ما قبل الثوره. ايوه ده في ناحيه جدي اهو. بس جدتي والده ماما كانت انسانه بسيطه وكادحه يا ميسة. بروليتاريا مثلا؟ ما اعرفش وضعها الطبقي ايه، بس ما كانتش غنيه، مولوده في بقها معلقه ذهب. يعني حضرتك سليل امتزاج البرجوازيه مع الطبقه العامله. فضيحه يعني. معرفش بحبك على ايه. ولا انا عايز اعرف، المهم انك بتحبيني. مشاعر متخلفه. مش انت اللي لسه قايله بتحبيني؟ انا بحبك بمنتهى النقاء الثوري، مش مشاعر برجوازيه. وانا بقى بحبك زي ما انت كده، كلك على بعضك بموت فيك. طب بص قدامك،
انا بعشق الحياه، مش عاوز اخبط في عمود نور. بالمناسبه قضيت حاجه ليحيى توفيق؟ يعني كم قصه كده من قصصه. اصل هيتكلم الليله مفاجاه. ها طب سوق يلا. ماشي. انسانة غريبة جدا يا مانا، واحدة غيري كان زمانها بتحاول تكره رفيق في ابوه مش على انه مثل اعلى، وبعدين ده كانت سمعته زيب. خليني ساكتة احسن. ليه يا وناء؟ انت بتعملي كده مع ابنك؟ بتشوهي صورة ابوه قدامه؟ ده انت لسه لحد دلوقتي لابسة الاسود من سنة 73. ايوه بس ده الشهيد حسن. وبعدين واحدة غيري كان زمانها اتطلقت من زمان واتجوزت الراجل اللي لحد دلوقتي بتعذب علشانه. ارجوك يا وناء، ارجوكي ما تتكلميش في الموضوع ده والا هسيبك. تكونيش فاكره نفسك اقوى من مشاعرك. انا عارفه ان انت عمرك ما كرهتي يحيى اخوك، وعارفه ان انت قاعده دلوقتي معايا هنا في النادي مش عشان احنا زمايل في المدرسه من زمان، لا انت عايزه تعرفي اخباره مني بعد ما خرج من المطبخ. يا ناس يا ناس، انا زوجه وام، ما يصحش افكر في جنس حد تاني. ارجوكي يا ولاء، ارجوكي اسكتي بقى. يظهر ان حكومتنا نسيت ان شعبنا هو اللي عبر، إن شعبنا هو صاحب نصر 73، ومن حق الشعب ده إنه يجني ثمار هذا النصر. ما يبقاش شبابنا هم اللي عبروا وغيرهم هم اللي هبروا. عبد الناصر قابل ربه والأسعار كانت في متناول الشعب، لأن كان في قطاع عام، كان في مكاسب اترسخت لهذا الشعب. مش بموت عبد الناصر الشعب يخسر كل المكاسب دي. احنا داخلين على مرحلة جديدة، مرحلة القطط السمان، هم لوحدهم اللي هياكلوا. هو ده دور كل الوطنيين. كل قوى الشعب لازم تعلن رفضها في كل لحظة وأي لحظة إن مكاسبها تروح لحد تاني. احنا أصحاب حق ومستعدين نضحي، ومش أقل من شعوب كتيرة قالت لا للاستغلال، لا للسلع الفاسدة، لا للتجارة في قوت الشعب. استاذ يحيى، احنا اللي نعرفه عن حضرتك ان حضرتك اعتقلت اكتر من مره في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومع ذلك بتعتبر العهد الناصري وكانه افضل من العهد الحالي. شوف يا حضرتك، اسمك ايه؟ رفيق، رفيق ادري، طالب في كليه التجاره. شوف يا رفيق، انا اختلفت مع عبد الناصر في حاجه واحده بس، الديمقراطيه، لكن غير كده كلنا كنا بنسعى في اتجاه واحد، التحرر الوطني وحمايه مصالح الطبقات الشعبيه. وبعد القعدة ممكن نبقى نكمل كلامنا. سيد بيه سيد بيه سيد بيه سيد بيه، كيلو اللحمة بقى بجنيه، كيلو اللحمة بقى بجنيه، تسقط القطط السمان، تسقط القطط السمان. انا مش عارفة انت بتودي الاكل ده كله فين. بودي الاكل في بقي، يعني انا مش برميه، انا باكل الكنافة كلها كده. انت عايزة حتة مني؟ بصي يعني انا ممكن اقول للسكراني يجي يجيب لك حتة صغيرة او حتة كبيرة زي ما انت عايزة. والله بالهنا والشفا يا عمتي، انا بس قلقانه قوي على رفيق، اتاخر بزياده النهارده. تلاقيه بقى معاها بنت حلوه بقى بيحبها ولا حاجه. ها جرى ايه يا عمته؟ هو احنا مش قلنا الكلام ده بيتعب لنا اعصابنا وبلاش منه؟ بلاش انا قصدي الكلام معايا، اللي يجيب كلام في الحب عيب. انت بقيت وحشه زي ماما الهند. طب بتقول لي عيب سيرة الحب؟ عيب انا هترشق منكم كلكم. ليه بس كده يا حبيبتي؟ طب ولما انت هترشق مين بقى اللي هياكل الكنافه الحلوه دي؟ امال ودي بتاعتي تاخدي حته صغيره؟ بالهنا والشفا يا حبيبتي.
مساء الخير. جرياتي كل ده تأخير. الحمد لله انا وصلت لحد هنا. ده البوليس فضل الاجتماع بالقوة. اجتماع؟ انت بتحضر اجتماعات بيفضها البوليس شرفيه وبتقولي انك مع ميسة؟ لا هي ميسة برضه كانت معانا. وابوها يعرف الكلام ده؟ ميسة باباها يبقى دكتور نصر الدين، ودكتور نصر الدين ده بقى ممنوع من التدريس في الجامعة بسبب اتجاهاته السياسية. سيبك انت، حضرتك تعرفي الكاتب يحيى توفيق؟ مين؟ يحيى توفيق الصحفي في جريدة جماهير الشعب. انا اتعرفت عليه النهارده وقال لي انه كان جار حضرتك وانتوا لسه صغيرين. طب يلا يا حبيبي يلا اطلع غير هدومك عشان نتعشى. يلا. حاضر. المفروض لما تتعرف بحد تقول له يعني انا اسمي ماما افتتان خيرة ترفي. ازاي بقى يعني؟ الكلام جرى بعضه. سألني اسئله كتير قوي. عايز يعرف انا اصولي الطبقيه ايه؟ اصولك الطبقيه؟ ايوه يعني. عايز يعرف انا عامل، فلاح، برجوازي، مثقف، كده يعني. فقلت له انا بابا فلان مدير المؤسسه العامه للغزل والنسيج. ففوجئت بيه بيقول لي ابن افتتان هانم. وحكالي. حكالك؟ ايوه حكالي انكم كنتم جيران وكده يعني. وايه كمان؟ بس بس ده كان بيتكلم عن حضرتك بمنتهى التقدير. ما هو يحيى ده يبقى اخو طنط ولاء اللي انت بتشوفها معايا في النادي. ما قولي هنا انت بتشتغل بالسياسة؟ يعني تهمة لا انكرها وشرف لا ادعيه. يعني بتشتغل؟ بلاش يا رفيق بلاش يا حبيبي. دي سكة كلها مرارة ما يجيش من وراها غير الحزن وبس. ليه يعني؟ اننا نطالب بحقنا في مكاسبنا الاشتراكية يبقى ده مرارة حزن. يا رفيق يا رفيق انا كبيرة وعندي تجارب. صدقني يا حبيبي بلاش. اوعدني اوعد ماما بلاش يا حبيبي. ما تقلقيش يا ماما حتى في السياسه انا عارف حدودي كويس. خير الله وعده خير. مين؟ ايوه يا نانا. ايوه حبيبتي ازيك؟ انا كويسه. معلش يا نانا كان لازم ابلغك جدتك تعبانه قوي وطلباكي بالاسم عايزه تشوفك يا حبيبتي. امونه بعت لها جواب امونه ولا سالت فيه. امونه بعت لها جواب امونه ولا سالت فيه. امونه يا من الاسباب امونه مفروض علي على كيفك على كيفك يا ده عسل. قولي عينيا جربي دي على دماغي. هجرب ايه بس؟ لا 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 مش هجرب حاجة. مش هنخاف. جرالك ايه؟ ده انت باين دماغك تقل. بقول لك ايه؟ ما ده ايه ابويا اللي انت عايزني البسه لك ده يا عينيا؟ جربي ها؟ لا مش مجربة حاجة. عشان وخاطرك. يوه يا حنن اسرح بعيد بقى يا شحنة. يا حنن. يا ولد على ده العكا ولا يا حسن انت. بقول لك يا بنت قولي تتجوزيني وخط الصعيد يا عينيا اعمله برواز وعلقه على الحيطه. لا انت هتغلبي. وافرز انت مالكش في الجواز يا عينيا. انت كل اللي بتتجوزهم بتضحك عليهم وتخونهم. يعني انت هتتجوزني وبعد كده هتدور على واحده؟ انا اقدر برضه. مؤاخذة يا باشا البيت على التليفون. يا ساتر. طب كنت افتكرين حاجة كويسة وزارة الصناعة وزارة الري. عايز ايه يا جلاب المصايب؟ الهانم الكبيرة يا باشا عيانة قوي تغور في 60 داية هي وحفيدتها. ايه رأيك بقى؟ المدام بتستأذن يعني تسافر لها اسكندرية. يسافروا طز المركب اللي تودي.
بس ما تنساش تاخد معاها الطاقة دي اسمها نادرة، ها؟ يروحوا يا رب ما يرجعوا. حاضر يا باشا، حبلغها سعادتك. على فكرة يا باشا، أنا قلت لها يعني إن سعادتك مشغول في عشاء عمل مع الخبير الفرنساوي. يا خبير الفرنساوي يا ده شاطر، جدع جدع يا سلام. عيب يا اكسلانس، ده أنا دي المعاليك العوج. إيه يا سلامة؟ قول لي يا سلامة، مين اللي طلع عليك الكلام ده؟ واذكروا محاسن موتاكم. لا 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 صحيح، مين يا سلامة؟ الوالدة. ألف رحمة ونور يا باشا. ألف رحمة ونور عليها، كان عندها بعد نظر. معاذ السلامة، عشان هنبدأ الاجتماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. يا ألفي أهلا وسهلا، نور. افضلي نبطي عليا كده في الرايحة والجاية. مسكينة، ما انت مش عارفة الطيار واخدنا أنا وأنت ورايح على أي سكة. يا أخويا اسمر على نباهتك. طب لما أنت شاطر كده كنت شطرت على بتاع الطرشي اللي كان عايز يدفع لك إيجار مدفن الخواجة الثورو برنجان مخلل. خلاص مشيته هو برطماناته، وأجرت المقبرة لواحد جديد ودفع إيجار قد الإيجار القديم 10 مرات، واداني كمان سنتين مقدم. فين؟ هات، هما فين؟ فين إيه يا سماسر؟ وأنا بشيل سيولة معايا كله يا ماما في البنك. وبعدين أنا عايز بقى تنسي حكاية الخمسة ساق والتلاتة عريفة ونص فرنك. العبي في الملايين يا سميحة. عندك فكرة يا سميحة أسعار الأراضي بقت في العالي إزاي؟ عندي طبعا. اما الفاكرني نايمه على وداني؟ انا مش عارفه انت ما لقيتش غير زحمه المهندسين وتاخد لنا فيها. ايوه، عشان هنسيب القصر ونقعد في شقه تمليك. اجري اجري، اوعى كده. الله في سماه، الله في سماه اللي بتقول عليه ده لا يمكن يحصل ابدا. اسمعي بس يا سميحه، ما تبقيش عبيطه. امال دي شقه 450 متر. ان شاء الله تكون في الدنيا يا حبيبي. انت عارف يا حبيبي احنا هنا فين؟ احنا في سرايا. وعارف يعني ايه سرايا؟ يعني تاريخ، يعني تراث. كان ساكن هنا البشوات والبهوات والبرنسسات. انا بقى مش اقل من البرنسسات دول، والنبي لا يمكن يحصل ابدا. يا بنتي افهمي بقى، سيبك من البشوات والبهوات والبرنسسات دول، دول مش لاقيين ياكلوا دلوقتي. انت بتتكلم ازاي؟ خلاص سيبك من التاريخ وعيش في الجغرافيا. وبتقول ايه بقى الجغرافيا يا خوكت الجغرافيا؟ اقولك بتقول ايه الجغرافيا. انت عارفة الفيلا دي والسرايا دي على كام متر؟ وتعرفي المتر هنا يسوى كام؟ قرشين صغيرين للجماعة بتوع الازالة يطلعوا امر ازالة فورا ويجيبوا عليها وطيها، ونعمل مجمع سكني كبير ونسميه على اسم بنتنا مدينة المها. لا، نسميه مدينة الهدى والنور. الله عليك وعلى دماغك يا سميحة، بدأت تتنجري يا بنت وتفهمي وتبقي نصحة، وعرفت السكة كويس، وعرفت السكة موديانة على فين. يعني موافقة على المشروع. عايز اقولك حاجة مهمة جدا يا بنت الناس، المشروع ده تخلي بالك منه، تحطيه جوه نين عينك، لاني انا مش فاضي للسفاسف الصغيرة دي، ورايا اعمال كبيرة. شد حيلك يا سميحة. اشجع
أنا عارفة. أنا في تاني أنا. هي أشجان. أنتوا عايزين تتلخبطوني ليه؟ ما يبقاش قلبك أسود. يعني كمني أنا حليت خيرة ابني يطلقك. يعني أنا هخليه يرجعك تاني وعشان بنتك تبقى في حضنك. وأنا كلمته وهو قال لي حاضر يا ماما. وكان معاه رفقي باشا وماما كمان. هما دايما بيودوني وبيجوا يزوروني. هما موافقين كمان انكم ترجعوا لبعض. يعني كده بقى العيون ما بتشوفش حواليها غير اموال. انا مش عايزه حد يزعل مني. كل حاجة هتتصلح. اشمعنى هما كل حاجة تتصلح وانا مش كل حاجة تتصلح يعني؟ اشمعنى هما وانا لا؟ انا بدي احط صورة يعني. اهدي بس يا مش عارفة بتقولي ايه. لا عارفة صاحية. بصي يعني ايه صاحية وبتبص هي بس لحد عدي انا وبتسكت. مدام افتتان ما يصحش تفرج الناس علينا في المستشفى. لا ليه بس؟ تعمتي نادرة جميلة وهادية وعاقلة واحنا هنعمل لها كل اللي هي عايزاه. يعني ممكن تجوزيني جوزك؟ انتي حتى خليني اتجوز جوزك ده روميو ده. فاكره اما رحت اسكندريه انا عارفه كل حاجه. نادره تعالي معايا. في واحد كلمني عليكي. تعالي. ايه ده بجد؟ طب ممكن اروح يا نيره؟ روحي. اصل انا ممكن تغير مني. هي بتغير مني عشان احلى منها طبعا. تغير وماله تغير؟ المهم نفرح بيكي. يلا يلا نفرح. يلا وبعدين يا عمتي دي رايحه خالص. ربنا يعجل بساعتها يا رب. انا حاسه انها بتتعذب. مسكينه لا ريحت ولا استريحت. كلا اذا دكت الارض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء مش في حاجه وحشه. اتفضل العاب. نعم يا ماما. وصلي طنطيط الفتحيه جوه. قعديها. اتفضلي. زعلانه. ابنك ازاي؟ انا زعلانه منك يا ماما. زعلانه منك عشان سبتيني لوحدي. طب كنت جوزيني الاول يا ماما. طب انا لوحدي دلوقتي مين اللي هيجوزني؟ طيب ايه اللي انت عاملاه ده؟ خلينا نسمع كلام ربنا. ايه ده يا نادرة؟ ما يصحش. سكتيها يا اختي سكتيها. ايه ده؟ معلش يا حبيبتي. ساتر. تفتكر لها الرحمة. طيب طالعنا شوية يا حبيبتي. ايوه حبيبي. بابا بيسأل قاعدة حضرتك ولا هتروحي معاه؟ لا على الأقل هقعد للتالت. بس انت ضروري تروح عشان كليتك. حاضر. بقول لك ايه؟ بلاش السياسة يا رفيق. عشان خاطر ماما انا مش ناقصه. حاضر. اسمع سلمني على ميسة وقولها هي كمان تاخد بالها من نفسها. ده باباها كان تحت بيمن المعزيين. طب اشكره لي يا حبيبي. حاضر. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. ما قلتليش يا حبيبي تحب تتعشى سمك هنا في اسكندريه ولا تستنى لما نوصل مصر؟ اه
هو في احلى من سمك اسكندريه يا باشا؟ لا الحقيقه انا ماليش نفس خالص. انا نسيت انك زعلان يا راجل. ده انا وهم بيعزوني في صفونات هانم كنت ميت من الضحك. لا بلاش ضحك لو سمحت. يا سلامه ما تضحكش يا سلامه. حاضر يا باشا. نسيت يا رفيق انك بتحب امك وعيله امك. ليه؟ هو حضرتك ما بتحبهاش ولا ايه؟ انا خليت سلامه يقعد بعيد عشان ناخد فرصه نقعد مع بعض لوحدنا. انا فرحان بيك قوي، من النادر انك تقعد معايا القعده دي. حضرتك مشغلك كتير جدا انا عارف. قول لي انت اول مره تيجي اسكندريه؟ برضو حضرتك ما جاوبتش على سؤالي. سؤالك قصدك بحب امك ولا لا؟ انا خلاص ما بقتش صغير وما بقاش صعب عليا ان افهم انكم شبه مقطعين بعض مع انكم عايشين تحت سقف بيت واحد. انا فعلا عايز اعرف فيه ايه بالظبط. انا عارف يا ابني انك من الطبيعي انك تحبها، عشان كده انا خايف اقول لك لاصدمك. طيب تفتكر حضرتك دلوقتي انا مش هتصدم؟ على العموم انت اللي بتلح. هتصدقني لو قلت لك ان ماما الوجه الملائكي اللي زي طفله بريئه حاولت تتخلص مني تقتلني؟ تقتلك؟ ما تزعلش مني يا ابني، بس اتعلم من هنا ورايح ما تسألش عن أي أسرار بين راجل ومراته. أنا اتحملت كتير علشان خاطرك. البيبان ياما مقفلة على بلاوي. ولا ناوي تقول لأمك على اللي أنا حكيته لك عشان تكرهك أنت كمان؟ أحكي أقول إيه بس؟ أنا بردان قوي، ممكن نخش العربية؟ ملخومة مع بنتي قلبي يعملوا كيكة بطاطا. المهم نتفق هنقول لها ايه. بالنسبة لايه يعني؟ شوفي يا ستي، جدتك الله يرحمها كان فاضل لها اول عن اخر كده 70 فدان اللي فضلوا بعد المصادرة. طب ما انا عارفة يا عمتي. انا عارفة انك عارفة يا حبيبتي. المهم وفي يوم كده ما تعرفيش ازاي دبت فيها العافية وخلت فتحي يوكل لها محامي وراحت كاتبه ال70 فدان كلهم باسم نادره بيعوا شراء. طب وحضرتك يا عمتي؟ يوه انا مسامحه الله يرحمها، ما نسيتش ان انا اتجوزت ابن الجنايني وخرجت عن طوعها. المهم الارض دي بقت بتاعه نادره، ربنا يبارك لها فيها. فاضل حاجه صغيره بس، مين هنوكيل وصي عليها؟ يعني يا عمتي احنا كده عيله في قلب بعض. ايوه يعني مش المفروض ان احنا نروح في المحاكم ونعمل دوشه ملهاش اي لازمه. انا شايفه انه اللي تقعد معاه نادره هو اللي ياخد باله منها وياخد باله من ارضها. ايوه تهت وقناها، ما هي معاكي خلاص. لا يا عمتي لا انا شيلها فوق راسي، بس انت عارفه قدري مش طايقها، ده حاططها فوق دماغه وزاعق، ده مش طايقني انا يا عمتي. انا عندي نفس المصيبه يا حبيبتي. انت عارفه عمك فتحي خلاص عجز ومبقاش يستحمل زي زمان، وانت عارفه نادره مشاكلها كتيره قوي. ايوه لا مؤاخذه، اهلا وسهلا. هو الاستاذ فتحي فين؟ انا بدور عليه من بدري مش لاقيه، ودلوقتي متاخر لازم امشي انا وسميحه. ممكن حضرتك تشوفه لنا؟ حاضر يا اخويا، عينيا هشوفه لك حالا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عرفت نادره ورثت كام من جدتي؟ جدتك هي كان حيلتها حاجة 70 فدان
في المتنية في الجيزة. 70 فدان في المتنية في الجيزة؟ يا جاه النبي، الله يبارك لها، طيبة وتستاهل كل خير. يلا يا سميحة، ايه هتصوريها كمان بالمرة؟ يلا العمال هيهدوا والعفرة هتبهدل الدنيا. يا اخويا قلبي بيتقطع، دي السرايا دي طراز. يا ستي دي سنة الحياة. الله، وبعدين ما تزعليش، انا سايب لك مفاجأة هتصعقك صاعقة. واصعق لي يا اخويا، ما الطيب احسن. نادرة ورثت 70 فدان. نادرة المجنونة؟ يرزقكم من حيث لا تعلمون. الحظ لما يأتي يخلي المكسح عجلاتي. يا زمان بقى اختها نيرة وجوزها هيكوشوا على كل حاجة. هم عرفوا ولا لسه معرفوش؟ لا طبعا ما يعرفوش ومش هيعرفوا. انا هخطف مشوار لغاية اسكندرية علشان اذا حكمت هاخد 70 فدان. ولو ما حكمتش؟ هتحكم ان شاء الله واخد 70 فدان. يلا بقى علشان العمال ربنا يوفقهم ويقويهم ويهدوا الفيلا. يلا يلا. انت مش واخدني؟ خلاص هاجي معاك. في ايه يا ميسة؟ انا غلطان اللي قلتلك ولا ايه؟ ما هو مش معقول اسيبك تسافر لوحدك كده وانت في الحاله دي، وكمان من غير ما اعرف مالك. يا ميسة ارجوكي سيبيني، انا مش مستحمل اي حاجه خالص. ايه حصل ايه لكل ده؟ مفيش، انا عايز اراجع حياتي من اول وجديد ولوحدي. يا ميسة انا اكتشفت ان انا كنت عايش في وهم كبير جدا، وهم اسمه الاسره. ما هي معظم الاسر البرجوازيه كده، الجواز في حد ذاته نظام اجتماعي فاشل احنا خاضعين له، ان ما عندناش البديل التقدمي اللي خلينا نغيره. والغريب ان عمري ما شفتهم اتخانقوا ولا حد فيهم علّى صوته على التاني. دايما بتكلمني عنه باعتباره الانسان المثالي اللي مستحيل يغلط. وما اكتشف ورا كل ده انها يا ميسة ارجوكي سيبيني، انا جسمي كله تعبني ومش مستحمل اي حاجه خالص. برضو مصمم لوحدك؟ ما تصعبيش عليا المساله اكتر ما هي صعبه، انا لما افهم اي حاجه هرجع لك. طب هتصل بيك ازاي؟ انا هكلمك اول ما استقر. معاك فلوس؟ يا ريت المساله كانت مساله فلوس. اركبي اوصلك. انت عملت ايه في الولد خليته يسيب البيت من غير ما يقول؟ بصي انا مش فاضي للكلام الفارغ ده، انا ورايا مشاغلي. ولو كان بيحبك زي انت ما بتقولي كان قال لك هو رايح فين. هو ما قالكش انت ليه؟ عشان كبر بقى راجل، عايز يخلص من الخنقه اللي انت محاوطه بيها. ايه؟ مفيش احساس بالمسؤوليه؟ كليته يا اخي، دراسته، كل ده ما يتخافش عليه؟ كل ده مش مهم، المهم أهم إن التمثيلية خلصت، إنك خلاص ما بقاش محتاج لحضنتك. كبر، عايز يخلص من الخنقة بتاعتك. ابنك دلوقتي ما يتخافش عليه. يتخاف عليه من مين؟ مني؟ افهميها زي ما تفهميها. وعلى فكرة عايز أقول لك حاجة، أنا كنت باقي عليكي علشان ابنك محتاج لحضنتك، لكن دلوقتي خلاص بقى راجل مش محتاج لك خالص. يعني الدور اللي كنت قاعدة علشانه هنا في البيت انتهى خلص. يعني من غير ما ترود يا هانم دلوقتي تقدري تسيب البيت وتمشي. انت طالب. طالب؟ اسف، طالب يا هانم. ورقتك ممكن تروحي
تستلميها من الاسم، او لو حبيتي اسيبها لك في بيت سامحه هانم الجديد ما عنديش مانع. على اذنك. على فكره لو سمحتي اخرجي من الاوضه عشان عايزه اقفل الباب بالمفتاح، اصلي في خصوصيات ما احبش حد يطلع عليها. الو. ايوه يا طنط، انا اول ما وصلتني اخبار قلت اقولها لحضرتك. رفيق اتصل بيا واداني نمره تليفون الفندق اللي هو قاعد فيه في بورسعيد. اكتبي حضرتك. متشكره يا ميسا، تصبحي على خير يا حبيبتي. مش عايزه ارد على اي تليفونات تاني. الدوشه اللي انت عاملها دي ما شافهمش هما بيتقابلوا، شافهم هما بيسرقوا. يعني كان لازم موضوع الكوافير ده النهارده؟ اعمل ايه، الايام دي مقلقه قوي، اخويا عينه وسع كده عليا. وحشتيني. وانت كمان. يح، هو ده وقته، اطلع بقى بسرعه.